طيب هنكمل مباشرة مع ضيوفي النهاردة تعليقا على المداخلات التليفونية. هبدأ مع كريم حسين. تفضل يا كريم. أولا عايز أرد بموجز كده على السريع. 30 سنة فساد وما خلاش على أرضه قاعدة عسكرية، 30 سنة فساد وما فرطش في تراب أرضه، 30 سنة فساد ومنشئ أكبر جيش في المنطقة العربية ومن أقوى الجيوش على العالم، 30 سنة فساد وسايب احتياطي نقدي في البلد لحد دلوقتي بنصرف منه، 30 سنة فساد وساب وضيعة الكويت من حرب الكويت لحد دلوقتي في اللي احنا فكيناها دلوقتي بنجيب بيها أكل وشرب. ده لو الراجل ده اللي هو عامله ده كله ده فساد، ده احنا يعني نشيل الفساد بتاعه فوق دماغنا. ادي حاجه. الرئيس محمد حسني مبارك قال وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا او علينا. النهارده التاريخ بيحكم له، والتاريخ هيقول ان الراجل ده حب وطنه بجد. التاريخ هيقول ان في الوقت اللي كان البرادعي بيقول ان احنا يا مبارك ارحل وهنخليك تخرج خروج امن وخروج مشرف، رفض ان هو يسيب وطنه. التاريخ هيقول ان حسني مبارك قاعد حارب وفي حرب اكتوبر وتكرم من جمال عبد الناصر وانور السادات وبيتكرم من التاريخ دلوقتي، وان كل واحد اهانه هو هربان بره وهو قاعد في بلد دلوقتي معزز مكرم. تمام. وان عايز اقول بس مفاجاه على الهواء. اتفضل. كان ليا الشرف انا وزميلي عاصم ابو الخير ان احنا اول شباب في مصر نزور الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، وقعدنا معاه في مستشفى المعادي ما يزيد عن ساعه ونصف. فانا لما بقول لك ان الراجل ده عاش الاضطراب هذا الوطن وعمل اللي محدش عمله، فده كلام موثق وكلام حقيقي والتاريخ هيقوله. الكلام موثق والتاريخ ان شاء الله هيقوله، بس بقي ان نستمع لكلمه الشعب المصري. يا كريم، مين اللي بيمثل الشعب المصري؟ الشعب المصري اللي بيمثلوه هو بيمثل نفسه. مين فين نفسه اللي بيمثلوه؟ مين ال 10 15 شخصيه اللي على القنوات كلها؟ لا يا فندم تعبنا، مش شرط على القنوات، انما انت قلت كلمه مظبوطه، التاريخ سيبين هذه الحقائق. اخد